يعطيكم العافية. هالوقت احنا رح ناخد اشي اسمه جرافيك. هالوقت احنا هدول القوائم كل قائمة فيهم يعني بتعطيني بتغير لي الورك سبيس تبعتي، يعني حسب ما يتناسب معها. يعني هاي مثلا الافكت، مثلا هاي الاوديو، الاشياء الخاصة بالاوديو يجي على الجرافيك. الجرافيك بيعطيني تمبليتات انا اشتغل عليها. ايش يعني انا اشتغل عليها؟ يعني انا مثلا هاي ماي تمبليت، نيجي نشوف انها شغله. مثلا هذا او هذا، هاي انترو مثلا. لما انا اجي اخده اقول له اوكي، طبعاً هو الوقت قاعد بحمل على البرنامج. اوكي، هلقيت انا عندي هيو هذا تمبليت جاهز، يعني انا ممكن اعدل عليه. كيف بدي اعدل عليه؟ بدي اروح على الايديت، بدي احدده واروح على الايديت. طبعا الكلمة اللي هنا هيها ممكن اكتب عليها مثلا جازا، جازا يونيفرس. تمام، هنا نوع الخط ممكن اغيره، حجمه طبعا هنا الكلمة ذا، خلي هذا. طبعا انا هنا ممكن اغير في الستايل تبعي، تبع الشكل، هاي المين مثلا، بغير ايش الالوان تبعتي بما يتناسب الشغلة اللي انا عاملة له اياها. هاي مثلا التايتل كلر اللي هي لون التايتل اللي هو النص مثلا. مثلا انا هذا ممكن استخدمه ايش كتمبليت، احط عليه مثلا واحدة قاعدة بتحكي مثلا نشرة او كذا يعني. تمام، طيب في البرنامج نيجي ناخد شغلة تانية، روح على البراوز في الادوبي ستوك. هذه برنامج ادوبي فيه لها موقع، بقدر اخذ منه تمبليتات. طبعا انا ليش مقفل عندي؟ لانه انا برنامج مكرر، يعني مش نسخة اصلية. تمام، فعشان كده هنلاقي مشاكل فيها. طيب نشوف لو كان عندي نص زي كده مثلا، نيجي ندخل هذا قول اوكي. اجيت هنا انا لو اجيت كتبت مثلا جامعة غزة مثلا، كيف طلع لي النص؟ شقلب. طبيعة البرنامج البريمير ما يعني ما عنده قدرة انه يتقبل اللغة العربية، دايما تلاقي الكلام ايش شال. كانوا زمان يشتغلوا على موقع، انا هحط لكم اياه طبعا هروت في الشنال، ممكن اشرح لكم انزل لكم فيديو كيف. انا بكتب الكلمة تبعتي هو لحاله بنسخ النص اللي هو بيعمله، بيعطيني ايش عادي. البرنامج اظن عربي كيبورد. تمام، هاي هنا اهم الاشياء اللي رح ناخدها وين في الجرافيك.